وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس. إننا نتألم حقيقة لما نرى من تمدد الرافضة في سائر البلدان وفي بلد الإيمان على الخصوص، ولكننا نتألم أكثر يوم أن نرى الضعف في أهل الإيمان والعقيدة الصحيحة، ونرى التخاذل الواضح، ونرى التقهقر. فوالله يا عباد الله، ما تقدم الرافضة شبرا بقوتهم ولا بعدتهم ولا بعتادهم، وإنما بتخاذل أهل البلدان ووجود المندسين والمنافقين ومن يبيع ذمته ودينه وعقيدته، وبتفرق هذه الأمة وتمزقها. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، فضعفنا في تفرقنا وهزيمتنا في معصيتنا لربنا وتسلط أعدائنا إذا كاد بعضنا لبعض. يا أيها الناس، إنه يتألم المتألم لما يرى من الأوضاع الحاصلة في بلادنا من تدهورها وذهاب الأمن شيئا من ذلك وحصول الخلل، ولكنه يجب أن نعلم أن الرافضة لا يبقون ولا يذرون، يهلكون الحرث والنسل، لا يفرقون بين زيد ولا عبيد، فالكل عدوهم والكل خصمهم، كيف لك بقوم أعداؤهم في رأس قائمتهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخصمهم أبو بكر وعمر؟ أيرضون عنك يا عبد الله؟ لا يجوز لنا أن نتناسى ونتجاهل ما مرت بنا من الأيام العصيبة والسنين الماضية التي سفكت فيها الدماء في كل سهل وجبل، والتي هدمت فيها البنيان وحطمت فيها الأركان وحصل فيها من الضر. يا أهل عدن، أتنسون بكاء الثكلى وأصوات النساء اللاتي كن يسمعن في أيام الحرب وأيام الدمار وهن يتباكين تحت أصوات المدافع؟ يا أهل عدن، أتنسون تلك الدماء الزكية التي سفكت في البساتين وجعولة، وأولئك الذين رموا بالصواريخ وهم فارون في البحر، وأولئك الذين أغلقوا بالصواريخ من المارة في دار سعد وغيرها؟ لماذا نتناسى هذا كله لأجل المكايدات السياسية؟ يا أهل الصبيحة، أنسيتم من الدماء التي سفكت على كل جبل من جبال بلادكم؟ أنسيتم تلك المعركة التي دار رحاها في مصنع الحديد وذهب ضحيتها كثير من الأمطال؟ أنسيتم ما قتل ومن قتل منكم في بلاد جحار وفي الساحل الغربي وفي باب المندب؟ يا أهل ردفان، أنسيتم دماءكم الزكية التي سالت على جبل منيف وعلى تلك المواقع؟ يا أهل يافع، يا من سفكت دماء كثير منكم في كل الجبهات في العند وغيرها، يا أهل الضالع، يا من قصفت مدينتكم ليلا ونهارا فلم يفرق بين صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة، أنسيتم العرس الذي تحول إلى مأتم وأحرق فيه الأبرياء؟ يا أهل لودر ومودية، سلوا جبل يساف وجبل عكد وجبل ثرة، كم سمكت عليه من الدماء الزكية؟ لماذا نتناسى ونتغافل؟ يا أهل أبين، يا من ضحيتم ببعض أبطالكم في مواقع المراقد وغيرها، أنتناسى هذا كله ونتغافل؟ فالعدو هو العدو والخطر هو الخطر الذي يداهمنا في أيامنا ويقدم على بلادنا، فإن تخاذلنا لا نجني إلا الذل والعار، لا نجني إلا الذل والعار. فالرافضة لا أمان لهم
ولا عهد عندهم ولا وفاء لهم، فقد قتلوا من أعطاهم البلاد وسلمهم العتاد وفتح لهم الأبواب، فلما وصلوا في محل إقامته قتلوه ثارا لزعيمهم ولسيدهم ولقائدهم. أفيتركونك أنت يا أيها السني، يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا من تعتقد العقيدة الصحيحة؟